يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء زميلي في العمل أو أن آخذ منه في المكتب هدية لكسب قلبه أو لدعوته؟ إيش؟ قل ما حكم إعطاء زميلي في العمل أو أن آخذ منه هدية لكسب قلبه ولدعوته؟ إذا كان ليس له إدارة، ليس له إدارة وإنما هو موظف فقط، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس فيه محذور، إنما إعطاء المدير أو المسؤول هذا هو الرشوة. نعم.